جيع ابن العاصمة مودي جيع غلط غلط شافوا بكل أفعالنا غلط 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 انجبرنا نوقع بعالم سقط فقط مبادئ قيم القول الفعل العرض الشرف كله انباع فرطها لف استلبس تعربش عنها وخبط مثل ما انك شايف البشر بخاخة عم تسبح معشاء أبول المغزى مانو الإنسان شو حكى المغزى كيف يحكي ويقول العالم ما عادت أكلت خبز مثل ما بتاكل كله بيستمتع بالمرض النفسي حكي حكي ومنرجع لورا ماني شايف أي دولة قدامي ماني مستقتل لطيع القانون رح أحرق الدنيا لحقق أحلامي خنجر ما بيرجع بطرافه مسنون خلقت لعبي بأفكاري سطوري عايش لأفرض بالعالم حضوري داعس عالروس اللي فكرت تشمت ونعتتني بوصف اللاجئ السوري مين باع الكرامة باع المبادئ أنا ما بعتها عيني قوية لهيك تأخرت بالملايين يلي بعرقي جبتها ماني ملاك ولا شيطان ولا شرير حياتي بعدها حاطت الجبال من فوق كتافي ماشي بمشواري برحلة أخدتها معي عكست معي حظظت معي عاندت معي بالآخر خاوة صفت معي الكوكب وبوابه كان بدهن سعي كان بدهن سعي الله معي رفقاتي معي الذئاب معي بعدت رفعت مكاني لا أفهم العالم شو فيه درست رتبت كتبت ألفت لي لازم أحكي بحالي لا ما خلوني عالي ومتعالي شافوني فرضت احترامي غصب من عنهم وبكيفهم هابوني حاولت اتركهم مشوفهم عبرهم وكفي كأنهم أموات بمقبرة كبيرة معباية بالمرض والجسس اللي كانت أصوات كانت بتحاول تحبطني وما قدرت أفكارها كيف بدها توقفني وما عرفت حكي من حكي للحكي بالحكي قارب الناس بلسانها تنفضحت سانات الناس فتحت بصحبة وانفتحت بكاس وفلوس الناس اللي جابت معدل الناس بالعطل لطرد النقص بالباطل وتدمر إنسان والبشر الضعيف براسه متراس صعب ينقاس غير مبدأ شو قالوا شو حكوا شو عملوا وجع بالراس تهديم أساس باني بأخلاق الأنبياء أنا الأدم اللي فكر يبني حاجز احترام للخلايا اللي معقدة اللي فكرت قرابة ممكن تعمل انهزام للتسميع للبلاء أحباط وما في اهتمام إلا الحقد ععملنا والدليل من استدام الطموح يلي بعقلك حتى بالكلام تلام الأسرار يلي بدخلك مو معهم وقفهم لو من مكان وعرفهم وين حدودهم خرسهم وين حدودهم خرسهم مهما العالم حكت مهما العالم فيك قالت حكي مهما الخدعة بدها تطول غير عربك اوعى تتكي Purchase your tracks today.